مرحبا بكم إلى تكملة أو مراجعة للتأكد من أن تقرأوا الكلمات بشكل صحيح. أنا مش ناسيكم، وعارف أن الكثير من الطلاب يقول: يا أستاذ مراد، ما زلنا نحتاج تقوية للقراءة، والحروف اللي أخذناها منك جيدة، ولكن ما زلنا نحتاج أن نتدرب بشكل أكثر. إذن الدرس الآن هو أدربك بشكل أكثر على القراءة وكيف تنطق الكلمات بشكل صحيح، والأمر بسيط، ركزوا معايا. أنا كما تلاحظون اخترت بعض الحروف مثل الام والاس والتي والكيو، وأيضا الار والدبليو والاف والال، وهحاول أوريك أو أعرض لك كيف إن الحرف هذا مثلا مثل الاف كيف يكون مفتوح ومكسور ومضموم، وهذا الموضوع تحدثنا عليه، ولكن ما زلت أنا سأركز عليه لأننا أشعر وأعرف من خبرة طويلة أن الطلاب ما يزالوا يحتاجون لمثل هذه الدروس، فهذه يعتبر كمراجعة نتأكد فيها أنك أنت فهمت، واللي أيضا يحتاج أنه يقوي نفسه يشاهد معي. الآن لو نظرنا إلى الحرف إم، حرف الإم نحن تحدثنا أن حرف الإم هو ما يعادل في اللغة العربية مثل الميم، هذا إذا أردنا أن يعني نسهل الموضوع عليكم. طيب إحنا هنلاحظ أنه بعد الإم في هذه الكلمة في إي، وهنا في آي، وهنا في أو، وهنا في يو، فهذه هي التدريبات اللي أنا حاول أني أنا أوصلها لكم. ركز معي، إف بعدها إي وإي وأو ويو، الإل بعدها إي وإي وأو ويو، هي هذه الحروف اللي أنتم بتجدوا إشكالية عندما تقرؤون أو تنطقون الكلمة. طيب في ملاحظة بسيطة قبل ما أبدأ الدرس للطلاب اللي هم من الصفر، من الصفر هؤلاء الناس، عندما تقول له اقرأ لي الكلمة مثلا هذه، يقول F A T، أنا لم أطلب منك أن تقرأ الحروف، أنا طلبت منك أن تقرأ كلمة. أنت طريقتك أن تقول F A T هذه أنت بتقرأ الحروف، أنا لم أطلب منك أن تقرأ الحروف. طبعا هذا الطلاب اللي هم من الصفر من الصفر من الصفر. نعم واجهت كثير من الطلاب بالذات اللي هم ما عندهم أي خلفية في اللغة الإنجليزية، لذلك هذا المقطع قد ترسله لوالدك، لأخوك، لصديقك، لابنك، جدا هيفيده. هذه الطريقة اللي أنت قرأتها F A T، أنا أجاوب على هذا الطالب وأقول له اقرأ لي هذه الكلمة، يقول محمد، فأنا أطلب منه لماذا أنت لم تقل ميم حاء ميم دال، لماذا قلت محمد؟ نفس القصة في اللغة الإنجليزية، أنت لا تقرأ الحروف مفرقة، ولكن انزل الإف كأنه فاء باللغة العربية، والإي كأنه ألف، والتي كأنه تاء، فتصبح فاء ألف تاء فات، لو كتبتها فاء ألف تاء. أنا لا أحب أن أتبع هذه الطريقة ولا أستمر فيها، ولكن هي لإنقاذ الطلاب المبتدئين من الصفر. إذن ركز معي للطلاب اللي تكلموا أو يعني عندهم مشكلة في أنه يعني يا أستاذ مراد أنت بتشرح برضو أنا مش فاهم، يعني أنا لو طلبت مني أن أقرأ هذه الكلمة أو هذه الكلمة سأقول S I N، أنت طلبت مني أحفظ الحروف أنا حفظتها، فلو تطلب مني أقرأ الكلمة S I N، وهذا طبعا خطأ. يعني لو نفس القصة، يعني لماذا أنت يعني تهجيت الحروف؟ المفروض أنك تنزل الإس سين، ثم تنزل الآي إلى ياء، ثم تنزل الإن إلى نون، فتصبح سين ياء نون سين سين. وعلى هذا الحال، هذه الملاحظة التي أردت أن أوضحها لكثير من الطلاب، لم يسعني الوقت في الفيديو السابق أن أشرحها. الآن خلونا نرجع إلى موضوعنا. أنت الآن عندك هذا الحرف M، سندرسه إذا بعده E وبعده I وبعده O وبعده U. طبعا من المفروض أنه سيكون الE هي كسرة، فالمفروض
أن تكون الإم إذا جاء بعدها إيه ماذا تكون؟ ها هل أحد يعرف؟ مي مي. طيب وإذا جاء بعدها آي أيضا مي، وإذا جاء بعدها أو ستصبح مضمومة مو مو، وإذا جاء بعدها يو قريبة إلى الضمة أو الفتحة. طيب خلونا نلاحظ في هذه الكلمة مين مين، وهذا تعني الرجال. مان رجل، مان رجل، وجمعها مين، هذه من الجمع الشاذ مين رجال. أهم شيء هنا ركز معي على النطق، ميم كسرة، أنا كسرت بعد الميم مين. طيب وهنا مس مس. يا أستاذ مراد في سي اس اس اس، أنا قلت إنه أي حرفين في الإنجليزي ينطق حرف واحد، يعني لا تقول مسز لا مس، خلاص هو كأنه حرف واحد. الاس اس، التي تي، السي سي، الاو او، أي حرفين ينطقهم كأنهم أمامك حرف واحد. اتفقنا؟ هنا مس مس، وهو يشتاق عندما يقول اي مس يو، أنا أشتاق إليك. مس من مس. طيب وهنا الميم هيكون بعده مضموم مو مون، ركز معي مون، ميم واو مون القمر مون، يعني انت تستفيد اليوم من النطق وكلمات جديدة لك. طيب هنا الموسيقى ميو، ميم بعدين يو، مش هذا حرف اليو؟ طيب ميو ميوزك 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 ميوزك. إذا من مس مون ميو. ركزت كيف تغير نطق الام على حسب ما يأتي بعده؟ ونفس الطريقة سندرس الار. هذه الكلمة سأعطيك فرصة أن تحاول أن تقرأها. الذاكرة التي تكون في جهاز الكمبيوتر أو في جوالك يسموها ماذا؟ راء ألف رام رام، الذاكرة. والإيجار هنا مش هنا مفتوح هنا مكسور، أنا قلنا الإي كسرة رند رند. وهذه الغرفة مضمومة روم روم. وهنا يجري ر رن. اليو طبعا له صوتين، اللي يستغرب انه هنا نطقنا ميو وهنا راء، له صوتين، يعني اما يكون يو كما هو يو مي يو، واما ان يكون مثل الفتحة رن رن رن، هو له هذا الصوتين يعني. تمام، يعني لا تخربط نفسك وتقول لا انا هنا نطقتها انت بشكل وانا بشكل، صحيح هي لانه لها صوتين. نفس الموضوع في الاس، سأطلب منك الآن أن تقرأ هذه الكلمة وهي تعني الرمال. ها كيف ستقرأها؟ ساند ساند، سين ألف نون دال، إيش أصبحت؟ ساند، واضحة؟ هنا تغيرت فقط الآي تحولت إلى، وهذا في الجوال عندك عندما تقول الإرسال يرسل سند، شوف هنا ساند هنا سند سند. طيب وهنا مضموم الاس بعده واو سورت سورت، والنوع النوع هنا بعده الاي، انا قلت لكم ان الاي هو ياء فتصبح سن سن، وهي معناتها مش السن لا، هنا معناتها الخطيئة الاثم او الخطيئة سن. اذا ساند سن سورت سن، واضحة؟ ننتقل إلى الدبليو. الدبليو هو واو كما نعرف، فإذا أخذناه مفتوح تصبح وار وار، واو ألف راء وار، الحرب الحرب، الله يجيرنا منها وار. لكن هنا في كسرة went went، ذهب ماضي go went، الفوز عندما يفوز شخص يقول win win، يعني الاي كسرة والاي ايضا كسرة او مكسور مثل الياء win. الصوف كيف نقوله؟ wow wow wow، يعني واو وين ما تحطهمش انت واو واو، لا هو واو واو فهو واو واحد، واو لام تصبح wow wow.
إذن war حرب، went ذهب، when يفوز، wow الصوف الصوف. حرف التي أيضا إذا حاولنا أن نتدرب عليه، الشخص اللي اسمه مثلا طلال كيف تكتبها؟ تا لال تا لال، شوف ركز، تا تا، لكن هذه تو توم، السيد توم. أو تن رقم عشرة، عندما تقول رقم عشرة تن، إذا تا تو تي، ركزت؟ أنا الآن بساعدك أنك تتقوى في القراءة عشان لا تقف أمامك أي معوقات لقراءة أي كلمة. وهو هنا أيضا كسرة تن تن، وهنا تيوز اللي هو يوم الثلاثاء تيوزداي تيو تيو، إذا شوف هنا كيف مكسور وهنا مضموم وهنا مفتوح وهنا مع اليو تيو، مش أنا أخبرتك أن اليو ممكن يكون يو أو قد يكون فتحة، هذا هم الصوتين يعني لا يخربطك اليو. ننتقل إلى الإف، مفتوح فات سمين، مكسور فت، مضموم فول فول، مش الفول اللي بناكله لا، فول يعني الأهبل أو الغبي، مش عارف من الفول ولا لا، بس هو بس هي معناتها كذا فول. فن التسلية أو المتعة، ف ف، مش أخبرتك أن اليو إما يكون يو كما هو أو مثل الفتحة، ركز هنا فن رن، لكن هنا ميو وهنا تيو، إذا إما اليو كما أخبرتك إما يكون يو كما هو أينما تجده وإما يكون فتحة. ننتقل إلى الكيو، حرف الكيو لابد أن تعرف معلومة أنه دائما يأتي بعده يو، خلاص أنت هذه اعتمدها، يعني كل كلمات اللغة الإنجليزية اللي في القاموس ستجد أنه كل الكلمات كيو بعده يو دائما. طيب مثلا عندك الملكة كوين كوين، فعندك الإي إي مكسور على طول ياء كوين، هنا الربع كوا، هنا كوي كسرة، هنا كوا مفتوحة، يعني الكيو مكسور والكيو مفتوح، كوارتر الربع كوارتر كوارتر مكسور أيضا، كويز كويز اللي هو الامتحان واللغز اللي يقول لك واحد أنا أعطيكم الأستاذ يقول لك عندنا كويز عندنا اختبار. الجودة كوا أيضا مفتوحة كواليتي 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 كواليتي. آخر شيء عندنا الإل مفتوح لا لا لارج لارج مفتوح، مكسور الإل لج الساق لج، الطويل لونج، إذن أخذنا مضموم الإل مفتوح ومكسور مضموم لونج، واللك اللي مع اليو كما أخبرتك ممكن تكون مثل الفتحة لك لك، والسي كي دائما تعود أن تنطقها كي، هذه معلومة جديدة وأخيرة. أتمنى يكون المقطع أفادكم وتتدربوا أنتوا أيضا، أنا ممكن أترك لك فرصة انظر إلى السبورة وابدأ أنت، أوقف الفيديو وتدرب على إعادة نطق الكلمات من مس مون ميوزك رام رنت روم رن ها سان سن سورد سن وار went when wool talal tom ten ten tuesday fat fit fool fun queen quarter quiz quality large leg long lock. اعتقد كذا كفايه، اتفرج انت الى المقطع وتدرب مع نفسك، هترك لك اياه تفرج وتدرب على نطق الكلمات. اوقف الشاشه واتمنى لكم التوفيق، لا تنسوا الاشتراك وشير مع زميلك يستفيد منه، بالذات طلاب المدارس بيعانوا. تدريبكم على النطق الكلمات اللي بتصعب على كثير من الطلاب، اخترت لكم مجموعة من اكثر الكلمات اللي عادة بيواجه الطلاب صعوبة في نطقها او قراءتها عندما يجدها.
لكن قبل أن أبدأ أريدك أن تعرف أن هناك كورس في قناتي الثانية من الصفر بطريقة مرتبة ومرقمة ومنهجة. فقط اكتب في اليوتيوب القناة الثانية مع مراد، ثم ستظهر لك القناة الثانية. ادخل على قناتي ثم اضغط على قائمة التشغيل، ثم من خلال قائمة التشغيل ستظهر لك الدروس مرقمة مرتبة اسمه كورس 2021-22. طيب أنا هعطيك مجموعة من الكلمات تحاول أن تقرأها ونحاول نتدرب عليها، وهيفيدك جدا هذا التدريب اليوم. Let's get started. خلونا نبدأ على طول. هذه الكلمة كيف تقرأها؟ أحسنت. هذه الكلمة تنطق shark. Shark. How about this word؟ وماذا عن هذه الكلمة؟ Very good. Chin. Chin. And this word, nation, nation, nation. And this word, هل تعرف؟ Do you know? Photograph, photograph, photograph. ال PH فاء في أوله وآخره، آخر الكلمة يعني. How about this word؟ How about this word؟ وماذا عن هذه الكلمة؟ Yes، أحسنتم. Knowledge، 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 knowledge. الـ K إذا جاء بعده N، الـ K لا ينطق. And this word؟ Fight، أحسنتم. Fight. Fight. Okay. This word. هذه الكلمة. Appreciate. 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 هذه الكلمة كيف تقرأ؟ Egyptian, Egyptian, Egyptian. وهذه الكلمة كيف تقرأ؟ Essential, Essential, Essential. طيب هذه الكلمة كيف تقرأ؟ Picture, picture, picture. وهذه الكلمة division, division, division. وهذه الكلمة revision, revision, revision. وهذه الكلمة occasion, occasion, occasion. طيب هذه الكلمة كيف تقرأ؟ adventure, adventure, adventure. التي مع اليو تش تش. adventure. وهذه الكلمة culture, culture, culture. وهذه الكلمة agriculture, agriculture, agriculture. وهذه الكلمة official, official, official. وهذه الكلمة special, special, special. وهذه الكلمة furniture,
فورنيتشر، فورنيتشر. وهذه الكلمة بلاجر، بلاجر، بلاجر. وعلى ضوءها أحسن ده الكنز تراجر، تراجر، تراجر. وهذه ميجر، ميجر، ميجر. طيب هذه الكلمة أدفانشر، أدفانشر، أدفانشر. طيب هذه الكلمة سيشن، سيشن، سيشن. وهذه الكلمة تيشو، تيشو، تيشو. وهذه الكلمة شور، شور، شور. وهذه الكلمة patient، patient، patient. وهذه الكلمة issue، issue، issue. ركزوا إنه هذه الكلمات تعتبر كلمات شائعة جدا في اللغة الإنجليزية. We use them a lot، نحن نستخدمهم كثيرا. And you should use them، وأنت يجب أن تستخدمهم لأنه لا غنى لك عنهم. They are very important، هم مهم يعني مهمين جدا. So لذلك I advise you، أنا أنصحك أنك watch the video again، شاهد الفيديو مرة أخرى، ولكن بعد أن تتدرب يعني شفت الفيديو وسمعت المقاطع وتدربت على نطقهم، شاهد الفيديو مرة أخرى وحاول أنك أنت تشوف هل أنت استفدت من النطق اللي أخذته مني ولا لا. أتمنى يكون الفيديو فادكم، اضغط لايك إذا عجبكم الفيديو وشاركوا مع غيركم. Good luck، حظا موفقا، and see you soon، أراكم قريبا مع سلامة الله. Good luck. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. مرحبا بكم إلى درس جديد. It's about pronunciation. هو على النطق أو اللفظ. Many students still face العديد من الطلاب ما زالوا يواجهون problems، مشاكل at reading، في القراءة أو at pronunciation، في اللفظ أو النطق عندما يقرؤون الكلمات. I have collected، أنا جمعت الكلمات أو العبارات أو المشاكل التي يواجهها كثير من الطلاب أثناء القراءة في النطق. طبعا لا يخفى على الكثير من الطلاب أنه أكثر مشاكل قد تواجههم في النطق عندما يقرؤون أي كلمة، عندما يحاولون أن يقرأوا أي كلمة، ففي الغالب لا يشعر كثير من الطلاب أن المشكلة تكمن في 5 letters، 5 حروف. الخمسة الحروف هي الحروف المتحركة، وهي الحروف الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. لو لاحظتم أو ركزتم ستجدوا أنه تقريبا لا توجد كلمة إلا ويوجد على الأقل أحد هذه الحروف المتحركة. يعني حتى الكلمات التي أمامكم إذا أمعنتم النظر ستجدوا حرف الـ A، ستجدوا حرف الـ E، الـ I، الـ U، الـ U، الـ A. لابد أن يكون هناك حرف متحرك في أي كلمة إنجليزية. طيب The next question، السؤال التالي، ما هي المشاكل التي تواجهكم؟ لماذا هذه الحروف هي التي تتعب الطلاب؟ بكل بساطة the answer، الإجابة هي لأنها حروف سميت متحركة فهي تتحرك. So they are not stable، فهم ليسوا ثابتين مثل بقية الحروف، يعني مثل الاس
ستجده اس سين في كل مكان. التي مثلا ستجده تاء في أي مكان. الإل اللي هو اللام ستجده في كل مكان. إل but ولكن these vowel letters كما يسمونها vowel letters الحروف المتحركة أو حروف العلة they are not stable يعني مش ثابتين على حال واحد أو على صوت واحد فبيتحركوا ساعة مفتوح ساعة مضموم وساعة مكسور وهذه هي سبب عدم فهم من students العديد من الطلاب لهذه الحروف فسأسلط الضوء عليها اليوم وسأساعدكم I will help you سوف أساعدكم as much as I can قدر المستطاع So listen to me ركز معي لو أمعنا النظر أو ركزنا على الحرف A في هذه الكلمات ستجد كما أخبرتك أنه ينفتح وينكسر وينضم والبعض لا يعرف السبب فإذا عرف السبب بطل العجب فركز معي عشان أعرفك كيف تفتح الـ A هذا ومتى تكسره ومتى تضمه عندك مثلا مثل الكلمة الأولى car فالـ A كيف نطق الـ A؟ نطق الـ A مفتوح يعني قريب للألف لكن في هذه الكلمة إذا ما ركزت على الحرف A فإنه سينطق مكسور مثل كلمة care وكذلك في الكلمة الثالثة تركيزنا كله على الحرف A هنا مفتوح وهنا مكسور لا يهمني بقية الحروف الذي يهمنا كيف ننطق حرف الـ A كأحد الحروف المتحركة التي سبق وأن أخبرتكم عنها في هذه الكلمة ينطق الـ A مضموم فلا تقول مثل ما قرأت هنا كال خطأ ولا تكسر الـ A هنا فتقول كيل أيضا خطأ فالنطق الصحيح لهذه الكلمة هي كول فمن الطبيعي أن يشعر البعض من الطلاب بالإحباط لأنه لا يوجد صوت ثابت لهذا الحرف يا أستاذ مراد هل الـ A مفتوح أو مكسور أو مضموم أنت نطقتها الآن ثلاثة أصوات مفتوح مكسور مضموم فعلا هذا الكلام صحيح ولكن هل أجد عندك يا أستاذ مراد قاعدة أو قانون أو معلومة تجعلني أعرف كيف أنت نطقتها مفتوح ومكسور ومضموم نعم That's why I am here today هذا هو سبب وجودي اليوم في هذا الفيديو لكي أشرح لك أكثر المعضلات التي تواجه أغلب الطلاب So listen to me القاعدة الأولى تقول if لو if you find لو وجدت الـ A لوحده هكذا مثل كلمة car أو fat فإنه ألف واحد يقول مش فاهم كيف يعني لوحده ستفهمني من الكلمة الثانية إذا جاء الـ A ثم جاء أي حرف ساكن ثم ساكن يعني غير الحروف المتحركة الخمسة التي تحدثنا عنها ثم جاء حرف الـ E فإن الـ E يقوم بعملية كسر الـ A أحدهم يقول وضح لي أكثر يعني مثلا كلمة car لو هنا يوجد E كما حصل في هذه الكلمة فستكسر الـ A فتنطق مكسورة مثل car care أيضا هنا مثلا fat قرأنا الـ A مثل الألف مفتوح ولكن قرأناها هنا مكسورة مثل كلمة fate إذن هنا مفتوح وهنا مكسور سبب الكسر هو الـ E البعض يسألني يعني أنا لو شلت الـ E من هنا نعم مثل هذه الكلمة فات ولكن هذه الكلمة فيت فأنا بقرأ فاء ثم كسرة وليس فاء ثم ألف مثل الكلمة السابقة جميل طيب هذه منتشرة كثير جدا مثل كلمة What is your name? Name مثل أيضا الماضي من come came أتى اللعبة game أشياء وكلمات كثيرة لذلك أنا حاولت أن أسلط الضوء اليوم على أكثر مشاكلك في النطق عندما تقرأ الكلمات
طيب ومتى أنطقها مضمومة؟ خلاص عرفنا مفتوحة وعرفنا مكسورة، متى أضمها؟ أنت تضمها إذا جاء بعدها أحد الحرفين الثلاثة الآتية. واحد يقول الحرفين الثلاثة، سأخبرك. إذا جاء بعد الإي إل إل كما حصل هنا فستصبح مضمومة، أو إل تي أو إل دي. يعني أي واحد منهم يا أستاذ مراد، أي واحد منهم، إما إل إل فتنطق الإي مفتوحة، اتفقنا؟ مثل هذه الكلمة كول، وهنا فول، خلاص؟ يعني أنت بتقرأ كاف واو فاء واو على طول. يعني يا أستاذ مراد هي قاعدة؟ نعم قاعدة، إذا وجدت بعد الإي إل إل أو إل تي. إل تي مثل ماذا؟ مثل كلمة الملح سولت، سولت اس اي ال تي، جاء بعد الاي ال تي، هذه الكلمة سولت. فماذا نطقت الاي؟ نطقته واو. طيب وغيرها ايضا ال دي، او اذا جاء ال دي فمثل كلمة بولد. طيب نحن الان لو ركزت درسنا ثلاثة اصوات لحرف الاي هذا، مفتوح اذا جاء لوحده، مكسور إذا جاء حرف A ثم حرف ساكن ثم حرف الـ A وهذا منتشر كثير، ومضموم ينطق الـ A مضموم إذا جاء بعده أحد الـ LL أو LT أو LD، فتقرأ الـ A كأنه ضمة أو واو، اتفقنا؟ ومنتشر كثير جدا هذه الـ LL، كثيرة جدا يعني. طيب فوتبول، كرة القدم فوتبول، ويعني أشياء كثيرة ستجدها عندما تقرأ في قطع كثيرة ستتذكر كلامي. كلمة أيضا all، كل أو أو، شوف حتى لم أنطق رغم أنها في أول الكلمة ونطقتها all وليس آل، لا all كأنها واو. طيب انتهينا من الإي، وأتمنى أن تركز عليها عندما تقرأ كلمات، وإن شاء الله إذا أنا يعني قرأت قطع، أنا أخرت القطع اللغة الإنجليزية حتى يكون عندك يعني فرصة أنك تدرس مثل هذه الدروس، فإذا قرأنا قطع سأذكرك إن شاء الله لماذا نطق هذا الحرف بهذا الشكل وهذا الحرف مكسور ومضموم. ننتقل to الإي، أي أيضا الإي some students، بعض الطلاب or many students، كثير من الطلاب don't understand، لا يفهمون كيف ينطقوه. الإي هو مثل ما يعادله في اللغة العربية الكسرة، فأنت تكسر الكلمة وهذه أمرها بسيط، يعني مثل get net red. البعض يقول أعطيني معاني الكلمات يا أستاذ مراد، يعني أهو زيادة الخير خيرين، كار سيارة، وكير الاهتمام أو العناية، وكول يتصل، وفات السمين، وفيت المصير أو القدر، وفول السقوط، والجت يحصل على، والنت شبكة، والرد اللون الأحمر. هذا إذا أردت معاني الكلمات، ولكن أنا يهمني اليوم today، اليوم I want you، أريدك to focus with me، أريدك أن تركز معي about the pronunciation، على النطق ومعاني الكلمات في آخر الدرس أو بعد الدرس. طيب الإي لوحده كسرة يا إخواني بات، ولكن إذا جاء دبل إي يعني إي إي فإنه ينطق ياء كما في اللغة العربية الياء. كذلك الإي إي، الإي إي أيضا ينطق ياء. واحد يقول أيهما الياء الآن، الإي إي ولا الإي إي؟ الاثنين، إذا وجدت الإي إي فهو ياء، وإذا وجدت الإي إي فهو ياء، نفس النطق. مثل كلمة سي يرى، ميت يقابل، سي البحر، شوف انظر سي سي، هذه يرى وهذه البحر نفس النطق، وهذه ميت يقابل وهذه ميت اللحم. طبعا عندنا كلمات كثيرة مثل ريد يقرأ، وفير الخوف، وكثير كلمات حقيقة ستجدها منتشرة جدا، يعني الإي إي أو الإي إي من الكلمات المنتشرة too much كثيرا
ويعني كثير من الطلاب لا يعرفوا كيف ينطقون هذه الكلمات. طبعا كملاحظة بسيطة، البعض يقول يا أستاذ مراد هناك أنا كلمات لا تنطق كما يعني ذكرتها، مثل كلمة مثلا الرأس، أنا لا أقرأ هذه الكلمة هيد كما تقول، أنا أقرأها هيد. صحيح، أنا عندما أعطيك النطق أنا أعطيك النطق بما يعادل 95 إلى 97%، وهناك استثناءات لا تركز لي على الاستثناءات وتترك الإجمالي أو الأغلبية. مثل هذه الكلمة البعض يقول مثلا كلمة أنت قلت أن الإي إذا جاء بعد حرف بعد ثم إي فمفروض تقع هيف، ولكن إحنا نقرأها هاف. هذه أيضا من الكلمات المستثناة، لكن أنا بتكلم معك في اللغة الإنجليزية يا أخواني لا يوجد كله، يعني لا توجد قاعدة لجميع الأفعال لجميع النطق لجميع، في الأغلبية يعني 95 إلى 96 97%، وهناك استثناءات دائما معروفة في اللغة الإنجليزية. طيب بعد ما عرفنا الإي وله ثلاثة أشكال درسناها اليوم، مفتوح مكسور مضموم، ثم الإي عرفنا أنه مثل الكسرة، ثم الإي إي أو الإي إي وعرفنا أنها مثل الياء. ننتقل إلى تدريب على نطق الكلمات اللي بتأتي على هذه الشاكلة، بغض النظر عن الكلمات التي أنا كاتبها، هي أغلب مشاكل الذين يقرؤون الطلاب المدارس والطلاب المبتدئين في اللغة الإنجليزية، تجدهم لا يعرفون كيف يقرؤون مثل هذه الكلمات. So focus with me، إذا ركز معي، مثل هذه الكلمة ماذا تنطق؟ سين ألف تاء، وهي تعادل النوع الأول سات، سات. وهذه الكلمة تنطق مكسورة الإي، لأنه كما أخبرتكم في هذا الصوت أنها كسرة، فستصبح سيت، سيت. طيب وهذه الكلمة الآي، أحد الحروف المتحركة التي حدثتكم عنها، سيت، سيت. طيب ما الفرق ما بين هذه وهذه؟ سيت سيت، سيت سيت، يعني أشد كسرا بحاجة بسيطة. طب وهذه الكلمة، هذه معلومة كثير من الطلاب أيضا لا يعرفها، أنت إذا قرأتها تقرأها سيت، لكن إذا جاء الإي نفس الإي نفس القصة هنا افكار كير، الإي هذا دائما بيعمل مشاكل أنا عارف، فأنت إذا قرأتها سيت بسبب وجود الإي في الأخير أصبحت سايت. واحد يقول مش فاهم يعني وضح لي أكثر، يعني إيش اللي حصل هنا؟ تقرأ يا سيت، لكن بسبب وجود إي إذا جاء إي بعدها كما حصل هنا فسيقرأ الآي كما هو اللي هو آي نفسه، فيصبح ساي، ساي بس، لا حتى لو فاء فاي ماي، يعني ركز معي. أيضا لو أتينا بهذه الكلمة هكذا من، ميم يا نون من، لكن هكذا ماين، ماين، هكذا فن، فن، في فاء يا نون. إذا وضعنا الإي ها أنت قل لي ماذا ستنطقها؟ فاين، صحيح فاين، هكذا هكذا، الذي قال لاين خطأ، هكذا لين، لين، هكذا لاين. يعني يا أستاذ مراد الإي بتجعلنا ننطق الآي كما هو، كما هو ينطق حرف آي. نعم، وكما لاحظتم أنه هنا سيت، سايت، ماين، فاين، لاين، وكلمات كثيرة. هذه الكلمة وين، وهكذا واين. أعتقد كفاية كذا أنه بدأت تتضح الصورة. المشكلة أن هذه الكلمات التي أنا أكتبها لكم تأتي على شاكلتها كلمات كثيرة جدا، يعني أغلب مشاكلك في النطق هو تقريبا في درس اليوم، فلذلك ركز عليه وحاول أنك أنت ترسل لزملائك عشان يستفيدوا منه. مرة أخرى ها، حاول أن تقرأ معي هذه الكلمة بليز، سات، سي،
ها سيت سايد سايد وهذه سيت سيت سين ياء تاء. هذا يقول كما يعني أنا تخربطت الآن، لا تتخربط ولا شيء، ركز معي. هنا الـ A ألف، فسين ألف تاء. واحد يقول خلاص هذه معروفة وهذه كسرة، واحد يقول هذه معروفة، طيب خلاص إيش باقي معك؟ هذا أيضا ياء، هذه بس يعني هذا كسرة وليس ياء، هذا أقرب إلى الياء فتصبح يعني بس ياء سريع. ست ست. طيب وهذا سايت كما قلنا، ماين فاين لاين واين، وعلى هذا الحال. لكن الاي اي احنا قلنا انها هنا ياء، تتذكرها؟ فتصبح هنا سيت سيت. واضح؟ واحد يقول انا متخربط ما بين مثلا هذه وهذه. هذه كسرة في اللغة العربية، الكسرة ليست كالياء بسرعة تقرأها ست ست، لكن هذه سيت، يعني حتى لو كتبتها سين ياء تاء، وهذه لو كتبتها ستكتب حرفين فقط سين وتاء، والكسرة ستكون تحت السين فتصبح ست ست، ولكن هذه سيت سيت. أعتقد كذا الأمور اتضحت. نأخذ مثال آخر، ها سأترك لك الفرصة. You try، أتحاول أن تقرأها. أوكي give it a try، give it a try، حاول. هات هات، خليك من المعنى. بعض يسألني إيش المعاني، مش وقت المعاني، ركز على النطق. هات وهذه هيت كار كير، ها وهنا هيت هيت هيت، وهنا ها هيت هيت، وهنا هات. هذه كلمة أنا كتبتها يعني عشان أوضح أن الأو أيضا الكثير يغلط فيه كحرف متحرك، فيعتقد أنه أغلب الأوقات يكون مثل الواو، وهذا خطأ. الأو في الغالب يكون مفتوح فيصبح هات وليست هوت، هات وليست هوت. نحاول أن نقرأ هنا أيضا مان مين، رجل ورجال جمعها، بس مش وقت التركيز على المعنى. مان مين مين مين. يوم الاثنين ليس موندي، ما ما ماندي ماندي. انا دخلت الاو عشان نركز عليه ايضا. طيب هنا كلمات، ركز معي، عندما تجد كلمات والبعض لا يعرف كيف يقراها، مثل المعهد، معهد لغة إنجليزية، معهد طبي، كلمة معهد بالإنجليزي هي Institute Institute. أحدهم يقول أنت كيف قرأتها؟ أنا وجدت الحرف I، فعندما أجد الآي في أول كلمة أقرأ إي إي، مثل كلمة إن اللي هي في إن 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 إن، هي نفسها إن إن. طيب بعد الان في سين وبعدين تاء، انست انست انست. طيب اللي انت ما انت عارفه ان هذا التي مع اليو ينطق مثل التاء مع الشين بس خفيفه مش واضحه جدا، يعني انستج 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 يوت انستج يوت. طيب الاي بالاخير كما لاحظتم لا تنطق دائما دائما يا أستاذ مراد. نعم مثل هذه الكلمة نحن قلنا كير، هنا لم نقل فيتي، لأنه أنا أخبرتكم أن الإي هي كسرة، وقد يسأل أحدهم أنت قلت أنها كسرة ولكن لم تقرأها في هذه الكلمات، فهي قاعدة عامة أن الإي حرف الإي هذا لا ينطق في آخر الكلمة دائما. طيب هذه الكلمة أيضا بمعنى قبيح عكس beautiful اللي هو جميل. البعض يقول كيف أقرأ هذه الكلمة؟ اليو إذا وجدت في أول كلمة تنطقها آ آ دائما، لا أحيانا لها أكثر من صوت، مثل كلمة university university وهي الجامعة،
واحيانا ينطق مثل كلمه اجلي اج 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 اجلي اجلي اللي هو قبيح. لكن الجامعه هي مثل هذه الكلمه يوني او يونت. يو يو يونت يعني اليو هذا اما ينطق يو كما هو فينطق يو يونت او ينطق مفتوح مثل اجلي. طيب هذه الكلمة أيضا البعض يعني كثير من الطلاب أو البعض الطلاب don't understand لا يعرفوا أن ينطقوها بالشكل الصحيح. هذه الكلمة اللي معنى اللغة. اللغة تنطق language في الأخير في جيم ولكن مع شين خفيفة language وليست language. طيب هذه الكلمة وتعني المحادثة. كيف نقرأها؟ البعض يجدها طويلة فقم بتقسيمها إلى قسمين. كامفر هذا جزء. كامفر زي شن. زي شن الأربع الحروف هذه ينطق شن. إذن كامفر زي شن. كامفر زي شن. كامفر زي شن. عشان كذا بتسمعها بشكل سريع فتجدها صعبة عند بعض الطلاب. conversation conversation. أيضا كلمة التمرينات أو تمارين الكتاب exercises. أي كلمة صعبة عليك اقسمها إلى قسمين exercises. هي أصلها مفردة exercise تمرين. exercise بدون الاس بالأخير. أنا أضفت الاسم الأخير فأصبحت تمارين. exercises exercises exercises. أتمنى إنه يكون الآن الوضع عندك واضح. هذه المشكلة إن شاء الله تكون انتهت. الأي له ثلاثة أصوات مفتوح مكسور مضموم. الأي الإي كسرة. الإي إي أو الإي إي فهو مثل الياء. فيها مشاكل هي على هذه الشاكلة التي حاولنا أن نقرأها. الأو ركز عليه أنه أغلب الأحيان مش مضموم ولكن مفتوح. الكلمات التي قرأناها اليوم وعلى شاكلتها يعني أنا لما أعطيك كلمة مثلا language أنا لا أقصد فقط هذه الكلمة لا هناك تجد كلمة إج في كثير من الكلمات فأنا أريد أن تركز على نطق الجيم مع الشين الخفيفة في آخر الكلمة أو أيضا التي مع اليو. كثير من الكلمات مثل future future المستقبل opportunity فرصة وكذلك مثل هذه الكلمة وغيرها من الكلمات تجد أنه كثير من الطلاب لا يعرفوا كيف يقرؤوها. I hope أتمنى أني I helped you ساعدتك اليوم. إذا كنت طالب جديد عندي وتريد المزيد من هذه المعلومات والدراسة مثل هذه الدروس ادخل إلى قناتي أسفل الشاشة تعلم الإنجليزي مع مراد. اضغط عليها ستظهر لك تشغيل. ابحث عن الدرس الأول أو الدرس الثاني واشترك معي في القناة. لا تنسى الاشتراك سبسكرايب ولا تنسى اللايك وتشير مع زملائك عشان أنا عندما أجي الدروس مثل هذه عليها مشاهدات أكثر دائما بنزل دروس مشابهة لها لسبب أني أعتقد أنه هذا الدرس أعجب كثير من الطلاب وهم بحاجة إليه. إذا شيروا عشان يوصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. Thank you very much. Good luck. حظا موفقا. See you. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرس اليوم حقيقة مهم جدا لتأسيسك كيف تقرأ وتنطق الكلمات أو الحروف التي في اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح. كثيرا ما يعاني كثير أغلب الطلاب من عدم مقدرتهم من على القراءة أو النطق الصحيح في اللغة الإنجليزية وحقيقة أكثر ما يعيق الطلاب هي الحروف المتحركة. لا يعرف أغلب الناس أن الحروف المتحركة هي التي يعني تجعل أكثر شيء يعني صعوبة يواجههم هي هذه الحروف المتحركة. الحروف المتحركة هي خمسة. هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U.
طبعا الحروف المتحركة سميت متحركة لأنها ليست ثابتة على شكل واحد، فتجدها أحيانا مكسورة وأحيانا مضمومة وأحيانا مفتوحة، أي أن نطقها ليس ثابت على نطق واحد. لذلك أنا قررت أن أقوم بعمل سلسلة لكل حرف متحرك كلا على حدة، وسأبدأ اليوم بالحرف A. سندرس في هذا الفيديو كيف تنطق الـ A بجميع حالاته، يعني إن شاء الله لن تجد أي صعوبة عندما تجد حرف الـ A في أي كلمة، لن تجد أي صعوبة أن تنطق هذه الكلمة أو هذا الحرف في الشكل الصحيح، يعني سأذكر لك جميع حالاته، وسأذكر أيضا في فيديوهات إن شاء الله قادمة قريبا، يعني مباشرة بعد هذا الفيديو، حرف الـ E، حرف الـ I، حرف الـ O، حرف الـ U، كلا في فيديو منفصل حتى تكون الأمور واضحة تماما. وأوعدك إن شاء الله لن تواجه أي صعوبة عندما تقرأ أي كلمة إنجليزية، لأنه كما أخبرتك هذه الحروف المتحركة هي التي تتحكم في نطق الكلمات، وهي التي تؤثر على الطالب عندما يريد أن يقرأ كلمة، يجد الحروف هذه تقريبا في كل الكلمات، يعني أنت إذا نظرت إلى أي كلمة في اللغة الإنجليزية تقريبا لا توجد كلمة إلا وتجد فيها على الأقل حرف متحرك من الخمسة الحروف المتحركة التي أخبرتك عنها. طبعا البعض يعني اختلف المؤلفين أن الواي يعتبر حرف متحرك، وأنا حقيقة أتفق معهم، لأن الواي أيضا له أكثر من نطق، ولكن إجمالا في الأخير اتفقوا أنها خمسة حروف. ولكن لا يوجد إشكالية إذا أردت أن أتحدث أيضا عن حرف الواي ونطق حرف الواي المختلف، لا يوجد مشكلة. الآن سنبدأ في نطق حرف الA، وسأعطيك الخمسة أشكال، هناك خمسة أشكال لنطق حرف الA. أول يعني نطق لحرف الA أو أول شكل له هو أن تنطقه بشكل المفتوح، كي يعني كما يشبه حرف الألف، وذلك كما يعني نقول عندما نقول نحن car car. إذا نظرت إلى هذه الكلمة ستجد أن الA نطق كأنه ألف، car car. أيضا في هذه الكلمة ينطق man man، يعني إذا أنا لا أفضل هذه الحركة، ولكن لو نزلناها أو حولنا الحروف إلى اللغة العربية سيصبح ميم ألف نون، يعني كأنها مان، ولكن أنا لا أفضل هذه الطريقة، لكن لكي يعني أشرح لك بأكبر قدر ممكن حتى تكون الصورة واضحة لك. مان مان، هذه الكلمة تنطق سات سات سات، وهذه الكلمة أيضا تنطق فات فات فات، وهذه الكلمة رات رات رات. هذا كان الشكل الأول أو النطق الأول لحرف الA، ينطق مثل الألف، اتفقنا؟ ننتقل الآن إلى الصوت الثاني، يتغير الA إلى كسرة، من ألف إلى كسرة بشكل مكسور، إذا جاء حرف الA ثم حرف ساكن ثم حرف الA. أحدهم يقول ما هو الحرف الساكن؟ الحروف الإنجليزية، جميع الحروف الإنجليزية غير الA والE والI والU والO والU، يعني غير الحروف المتحركة تسمى حروف ساكنة، يعني تم تقسيم الحروف الإنجليزية إلى قسمين، حروف متحركة اللي هي ذكرناها الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، وغير هذه الحروف تسمى ساكنة، أي أن لها شكل واحد لا يتغير، أما الحروف المتحركة فهي تتحرك. فإذا جاء الـ A ثم حرف ساكن، يعني غير الحروف الخمسة، ثم جاء حرف الـ E، فستنطق أنت الـ E كأنه كسرة مكسور بشكل ممدود، يعني كما سنلاحظ في كلمة care care، يعني نحن في السابق نطقناها car كأنه ألف،
لكن بسبب وجود الإي في آخر الكلمة، الإي تسببت في أن الإي انكسر فأصبحت كير، يعني من كار أصبحت كير بسبب الإي. أيضا كلمة نيم، 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 يعني كير، كير، نيم، نيم. ثم الكلمة ريت، ريت، ريت. طبعا في السابق كنا ننطقها رات لأنها لا توجد إي، رات. عندما أضيفت الإي في آخر الكلمة أصبحت الإي تنطقها أنت مكسورة فتصبح ريت، ريت. أيضا عندنا كلمة هيت، هيت، هيت. أحدهم يسألني لو أنا يعني لا يوجد في الكلمة إي في آخرها ستصبح هات، القبعة، هات، هات. إذن العملية بسيطة، إذا وجدت الإي لوحده سيكون مثل الألف كما قلنا كار، مان، سات، فات، رات، هات. لكن إذا وجدت الحرف A جاء بعده حرف ساكن ثم حرف الإي وهذا منتشر كثير في اللغة الإنجليزية فستنطق الإي مكسور كما في كلمة كير، نيم، فيت، ريت، هيت. الشكل الثالث للحرف A ينطق مضموم مثل الضمة أو مثل الواو. إذا جاء بعد الـ A، إذا جاء بعد الـ A LL أو LT أو LD، وأحيانا يأتي الـ L وحده، يعني LL أو L واحدة لوحده، مثل كلمة call، call. لا تقل كال ولا تقل كيل، يعني لا، الـ A ليس مفتوح وليس مكسور ولكنه مضموم بسبب ما جاء بعده. فأنت من الآن وصاعدا إذا أردت أن تقرأ كلمة إنجليزية ويوجد فيها حرف الإي لابد أن تتعود، هل الإي هذا لوحده حتى تنطقه مفتوح، أم أن الإي هذا جاء بعده حرف ساكن ثم حرف الإي فتنطقه مكسور، أو جاء بعده إل إل أو إل تي أو إل دي فتنطق الأو الإي هذا مضموم، مثل كلمة أيضا بول، بول، بول. أو كلمة فول، فول، فول. أو كلمة سولت، سولت، سولت. وكذلك كلمة بولد، بولد، بولد. وحتى إذا جاء الـ A في أول الكلمة وجاء بعده الـ L ينطق مضموم مثل كلمة all، all، يعني ينطق كأنه يعني مفتوح مع الضمة all، all. جميل. النطق الرابع للـ A، إذا جاء الـ A وبعده I، وهذا يعني نطق بسيط واضح ولكن أردت أن أوضحه أكثر، فمن الطبيعي أن الـ A ألف والـ I ياء، فكأنك تنطق ألف وياء يعني مفتوح ثم تكسر، مثل كلمة pain، pain، pain. أو كلمة rain، rain، rain. ماذا يحصل؟ تنطق راء ثم ألف ثم ياء، rain، rain. أيضا كلمة train، train، train. أو كلمة fair، fair، fair. وكذلك كلمة hair، hair، hair. آخر صوت للـ A وهو بسيط جدا أيضا
هو عندما يأتي الأي وبعده يو، الأي مع اليو، مثل كلمة author. author من الواضح يعني A ثم U، فأنت ستضم الA فتصبح أو أو. author. author أو كلمة autumn. autumn أو كلمة authority. authority. authority إذن أو. إذن باختصار العملية بسيطة جدا، وأنت لا تقلق، يعني عندما البعض يشاهد يقول هذا النطق مختلف، لا تقلق، هذه العملية يعني مع الأيام ومع القراءة والممارسة كل هذه الصعاب ستزول. يعني أنت الآن أصبح لديك المعرفة أن الأي لوحده مفتوح، وإذا جاء أي ثم حرف ساكن ثم حرف الأي مكسور، والأي إذا جاء بعده إل أو إل 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 تي إل دي على طول ضمه كأنه واو، والأي آي فتحة مع كسرة، وكذلك الA مع اليو أو، وهذه عملية بسيطة، وسأعطيك تدريب حتى نتأكد أنك استوعبت. أريدك أن تحاول أن تقرأ الكلمة التي ستظهر أمامك. أحسنت، نعم، هذه الكلمة تنطق فان. 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 وهذه الكلمة، نعم، excellent، ممتاز، تنطق gate. gate. gate لأنه يوجد A ثم حرف ساكن ثم حرف الإي، فالإي هنا تكسره. ثم كلمة، هذه الكلمة كيف تقرأها؟ صحيح، مول. مول، الإي مضموم بسبب الإل إل. هذه الكلمة كيف تقرأها؟ نعم، مين. مين، مي ثم يا، مين. هذه الكلمة كيف تقرأها؟ صحيح، أوتو. أوتو. وهذه الكلمة كيف نقرأها؟ ماب. 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 وهذه الكلمة هل تعرف كيف تقرأها؟ أحسنت، بليس. place. place. وهذه الكلمة، نعم، small. 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 وكلمة tall. 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 وهذه الكلمة gain. 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 وهذه الكلمة and. 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 وهذه الكلمة late. 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 وهذه الكلمة plain. 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 حسنا، وهذه الكلمة بيك. 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 وآخر كلمة، أحسنت، تيك. تيك. تيك مكسورة بسبب الأي ثم حرف ساكن ثم حرف الأي. طبعا ما أقوم أنا بتدريسكم إياه هو النطق الذي يعني عادة يكون بالأغلبية 90%. هناك استثناءات، نعم هناك استثناءات، يعني مثل كلمة تنطق هاف وليس هيف، أيضا كلمة آر وليست إير. ولكن أنا عندما أقوم بتدريسكم مثل هذه الكلمات أو مثل هذا النطق، أنا أدرسكم بنسبة 90 إلى 95%. هناك استثناءات نعم، ولكن أنت ستعرفها مع الأيام وهي قليلة، ولكن نحن ندرس الأغلبية. لا تنسى أن تشارك الفيديو مع غيرك، ولا تنسى أن تشاهد بقية الحروف، سأنزلها إن شاء الله متتالية، وإن شاء الله ستستفيد منها. أنا قمت بدمج دروسي كاملة في قناة جديدة، القناة الجديدة رابطها في الوصف أسفل الشاشة التي أمامك. شكرا جزيلا، good luck، حظا موفقا، ومع سلامة الله.